أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم التقنيات الإحيائية من كلية العلوم، أهلا وسهلا بكم في كورس جديد من كورسات التقنيات الإحيائية، وسيكون درسنا لهذا الكورس هو التقنيات الإحيائية الغذائية. أدناه السيلبس الخاص بهذا الكورس، وسيتضمن إن شاء الله 9 أو 10 مختبرات يتخللها امتحانا مد، كل امتحان سيكون بعد 3 أو 4 مختبرات قبل الامتحان النهائي. وأدناه في الأسفل هنالك عنوان لكتاب اعتمدنا عليه في محاضراتنا، وهو Practical Food Microbiology Book، هؤلاء المؤلفان لعام 2002 الطبعة الثالثة. فمن أراد الاستزادة والاطلاع فعليه بهذا المصدر، وهو موجود في الانترنت. مكونات المحاضرة ستكون متعلقة بعدة نقاط، وكلها تدور حول العينة السامبل، ونقصد هنا بالعينة هي العينة الغذائية. فأينما وردت كلمة سامبل في المحاضرات فإننا نقصد بها العينة الغذائية food sample. والنقاط هذه هي sample collection جمع العينة، sample transportation نقل العينة، sample handling التعامل مع العينة، sample preparation تحضير العينة، و sample storage خزن العينة. وستتخللها نقاط فرعية أخرى. قبل أن ندخل في موضوع التقنيات الإحيائية الغذائية، يجب علينا أن نعرف تلوث الغذاء، حيث أن تلوث الغذاء يشير إلى وجود أحياء مجهرية أو مواد كيميائية ضارة في الغذاء يمكن أن تسبب المرض للمستهلك. وعملية جمع عينة الغذاء هي العملية التي من خلالها يدقق الغذاء بأنه آمن ولا يحتوي على ملوثات ضارة، أو يحتوي على الحدود المقبولة من المحسنات أو المضافات، ويحتوي على المكونات الصحيحة، والإعلان المكتوب عليه يكون صحيحا، أو لمعرفة وجود مستويات المغذيات. أولا، جمع العينة وتشخيص الغذاء يجب أن يتضمن المعلومات التالية: الاسم الشائع أو البديل، مثال ذرة، فاصوليا، لوبيا، الاسم العلمي، الجنس والنوع والنويع، مثال زيامايس، فاغنا نوغويكيولاتا. ثالثا، طعام نباتي، دواخل نباتية أو أجزاء مثل الجذور، طعام حيواني، دواخل حيوانية أو أجزاء، حالة النضج، ناضجة أو غير ناضجة، وتفاصيل أخرى
قد يراها الجامع مهمة. جمع العينة ما نحتاج إلى معرفته قبل جمع العينة هو أولاً عدد وحجم العينة المراد جمعها، ثانياً انتشار العينات أي مكانها، ثالثاً التقسيم الطبقي الذي سيستخدم في تشخيص العينة. ملاحظة: ليبل العينة أو معلم العينة يجب أن يكون ملصقا عليها دائما، ويحتوي هذا الليبل على المعلومات التالية: أولا الاسم الشائع للغذاء، ثانيا رقم النموذج أو الكود، ثالثا تاريخ الاستلام في المختبر. جمع العينة أثناء الجمع نحتاج إلى التفاصيل التالية أن تدون: تاريخ ووقت الجمع، اسم الجامع، مكان الجمع أو أصله، نقطة الجمع بشكل عناوين، مثال كشك على جانبي الطريق أو مزرعة أو سوق، حالة الزراعة، نظام علفي، سعر الشراء، التسجيل الصوري، صورة أو سجل مرئي مع المقياس، شروط النقل، شروط وطريقة النقل. جمع العينة وصف العينة، وهذا يكون بعد الجمع، يتطلب منا تدوين المعلومات التالية: نوع الغذاء، بقوليات أو عصير فواكه أو منتج حليب، الاستخدام المحلي للأطعمة، مجاعة أو مهرجانات، حالة الغذاء، صلب أو شبه صلب أو لزج أو سائل، طريقة المعالجة والحفظ، معلب مدخن، طريقة التحضير، مطبوخ، مدى التحضير، خام أو مطبوخ بالكامل أو معاد تسخينه. جمع العينة وصف العينة بعد الجمع يتطلب منا أيضا تدوين التالي: وسط العينة، وسط التعبئة، مثل محلول ملحي أو زيت، الحاوية أو المغلف، علب زجاجية، سطح التماسي، علب أو زجاج، ليبل أو قائمة المكونات، وهذه تقدر بالفحص. جمع العينة وصف العينة بعد الجمع يتطلب منا أيضا تدوين التالي: رقم الوجبة، وزن الغذاء المجموع، فقرات مفردة، رقم الفقرة، وزن القياس الشائع أو نسبته. جمع العينة أشياء يجب ملاحظتها في جمع العينات: تسليم العينات إلى المختبر على وجه السرعة مع الحفاظ على الظروف قدر الإمكان. إذا كانت المنتجات مجهولة أو سائبة أو غير معلبة، ينبغي النظر في إجراءات التخزين واختيار الحاويات وطرق النقل المناسبة لها.
استخدام حاويات نظيفة وجافة ومانعة للتسرب وذات فوهة واسعة ومعقمة ذات حجم مناسب للمنتج. ثانيا، نقل العينة. يجب علينا أن نلاحظ التالي عند نقل العينات: أولا، تجنب العبوات الزجاجية كلما أمكن ذلك لأنها قد تنكسر. ثانيا، بالنسبة للمواد الجافة نستخدم الصناديق والعلب والأكياس أو العبوات المعدنية المعقمة ذات الإغلاق المناسب. ثالثا، تحديد وحدة العينة، وهذا يكون لاحقا عن طريق شريط محدد بشكل صحيح. رابعا، نقل المنتجات المجمدة أو المبردة بحاويات معزولة اعتمادا على طريقة نقل المواد الصلبة. ثالثا، التعامل مع العينة handling أثناء التعامل. الهدف من التعامل مع العينة هو حفظ العينة من التغير بالمكون أو التلوث. أشياء يجب ملاحظتها عند التعامل مع العينة، وهي وزن وطبيعة المادة مأكول edible أو غير مأكول inedible قبل عملية الإضافة كالأوراق الخارجية الذابلة. ثانيا، طريقة التحضير: مطبوخ أم غير مطبوخ، وقت التحضير وحرارة التحضير. ثالثا، الوزن قبل وبعد الطبخ. رابعا، المكونات المضافة إن وجدت. ثالثا، التعامل مع العينة أثناء التعامل أيضا يتطلب منا معرفة التالي: طريقة الخلط والاختزال، هل هو طحن أو تجانس؟ نوع التخزين، إضافة مواد حافظة ودرجة حرارة التخزين. الطرق المستخدمة في أخذ العينات التحليلية: الخزن المستخدم في العينات التحليلية أو أي عمليات إضافية أخرى، اسم وتوقيع الشخص الذي أتم عملية التسجيل، تأريخ التسجيل، أي تفاصيل أخرى يرى الجامع أنها مهمة. رابعا، تحضير العينة. تحضير الأجزاء التحليلية يتطلب منا ملاحظة الآتي: إذا كان حجم الجزيئة كبير للتحليل يجب تقليل حجمه أو كميته بشكل مناسب للتحليل. توثيق تحضير العينة documentation يعد مهما جدا. فصل الأجزاء التي تؤكل عن التي لا تؤكل، وتسجيل الوصف ووزن جميع الأجزاء، قياس حجوم أو أوزان أو كثافة الأجزاء جميعا. تحضير العينة يتطلب منا أثناء الاستلام والخزن أن نلاحظ التالي: أولا، حجم وطبيعة العينة المعدة للفحص،
وكمية العينة المقدمة يجب أن تكون طبيعيا على الأقل 100 غرام. ثانيا، التعامل مع الفحص، يجب تجنب التلوث بالميكروبات أو موتها أثناء النقل والخزن. الحاويات والأدوات التي تستخدم في جمع الأغذية يجب أن تكون معقمة، والعينات المأخوذة من حاويات غير معلبة أو مفتوحة يجب أولاً أن توضع في مكان نظيف وجاف ومعقم ومانع للتسرب، مثل الحاويات الزجاجية أو البلاستيكية كبيرة الفوهة مع الأغطية. محتوى العينة يجب أن يكون معلم ومختوم tamper and labeled، والمعلومات التي تكتب على الليبل أو المعلم هي: أولا، اسم الغذاء، ثانيا، أسماء ضباط الجمع، ثالثا، التاريخ والوقت لأخذ العينة، رابعا، رقم مفرد للتصنيف. ملاحظة: إذا كان الليبل قد تمزق أو تضرر أثناء عملية نقل العينة، فإنه يجب أن توضع العينة في حاوية أخرى. خامسا، خزن العينة. تحفظ العينات الأرضية في حاويات زجاجية أو بلاستيكية ذات أغطية محكمة ضد الماء والهواء، ويجب ترك العينات التي لم يتم تحليلها على الفور في مخزن بارد لتقليل التلف والتفاعلات الكيميائية التي يتوقع حدوثها. وأما العينات المخصصة لتحليل الدهون فيجب أن تخزن في النيتروجين عند حرارة منخفضة لمنع الأفسدة والدهون غير المشبعة. كذلك يجب أن ننتبه إلى الضوء، فإنه قد يبدأ بالأكسدة، لذا يجب أن تحفظ في حاويات محتمة dark containers. لتحليل الدهون يجب إضافة مضادات الأكسدة إذا لم تتداخل مع التحليل، ومن المستحسن تخزين عدد من العينات التحليلية المتطابقة لغرض استبدال العينة إذا كانت تالفة، وتقليل عدد الموظفين المشاركين في أخذ الأجزاء يقلل فرصة التلوث. خزن العينات: العينات يجب أن تنقل وتخزن تحت شروط يفترض أنها تثبط التغيرات في أعداد الميكروبات، لذلك هناك طرق مختلفة لحماية العينات لحين الفحص، منها الأغذية المجمدة، الأغذية المثلجة، حرارة الهواء 8 درجات سليزية، وقدر الإمكان تكون بين 0 و4 درجات سليزية، ولكنها غير جامدة. عينات ساخنة أو حارة، وهذه تبرد حالا قدر الإمكان إلى درجة 8 سليزية. الأغذية الجافة والعلب غير المنفوخة، فإنه لا داعي لتبريدها ويمكن نقلها بدرجة حرارة
تقل عن 40 درجة سيليزية. يجب استخدام الحاويات المعزولة المبردة بالثلج المجمد أو عبوات الهلام لحفظ ونقل العينات المبردة أو المجمدة بحجم لا يقل عن 10% من حجم الحاوية المعزولة. سادساً وأخيراً الاستلام والوصف في المختبر، وهذه تعد من أهم الخطوات في عملية التعامل مع العينات، والمعلومات التالية يجب أن تتضمن في فورمة التقرير (Report Form) الموجودة في المختبر. أولاً نوع التعليب، وهذا يؤثر على ظروف أو شروط المحتويات، ويجب تسجيله لمساعدة الفاحص على تفسير النتائج. مثال: نكتب بيئة شفط التعليب لا هوائية. ثانياً: وصف مظهري عام للعينة. مثال: نكتب 70 غراما من شرائط أو شرائح بواسطة الماكنة، أو ملفوف بورق، أو معلم بلون وردي، أو علامات تلف، أو وزن غير طبيعي، أو عفن، إلى آخره. ثالثا: التلف البكتيري يمكن أن يتسبب في الأنسجة بحيث تصبح ناعمة أو شبه سائلة، وهذا خاص بمنتجات اللحوم. رابعا: الرائحة (smell)، إشارة على تلف أو تلوث العينة، وهذا يشمل الاختبار الحسي للذوق، ولكن يجب أن لا يتم ذلك في المختبر. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا المختبر في هذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه، ونلتقي معكم إن شاء الله في مختبر جديد. تقبلوا أطيب تحياتنا.